ايوه في كمان ناوس تاني كمان عليه أثيرت قصة، مع أنه مثل ما تفضلت في آلاف اكتشف وموجود منه بكثرة، لكن هذا الناوس مكتوب عليه بالآرامي، مكتوب عليه تعبير غريب، مكتوب عليه يعقوب باريوسي أخبي ديشوع، يعني بالعربي يعقوب بار يوسف، يعقوب ابن يوسف، أخبي يعني أخو يسوع أو يشوع. ومن هذا يعقوب اللي أبوه اسمه يوسف وأخوه اسمه يشوع، ممكن كتير يكون يعقوب المعروف لنا أنه هو الرسول يعقوب الخادم المبارك، لأنه في تحديد يعني في ابن مين وزيادة أخو مين، ظاهر أنه أخوه كان مشهور. فهاي واحدة من الأشياء الجميلة اللي كمان وجدت في أورشليم، وبيوضح طبعا حسب الفحص انه كمان يعود للقرن الاول ميلاد. ايوه انا عم بقرا الكلمات. نعم. في العبراني هي بار الكلمه القديمه يعقوب بار يوسف. نعم. احيف يشوع احفي دي يشوع دي يشوع. يعني مثل اخو ال يسوع، شيل مثل كلمه شيل في العبري، يعني اخو ال يسوع، لا يسوع اخو لا يسوع. اوكي بالارام. مثلا الناموس اللي بعده مثلا اسكندر ابن سيمون مكتوب عليه كمان بعد كمان باليوناني كمان. لكن ان كان بنلاحظ مثلا اسمه اسكندر ابن سيمون، وفي عندنا سيمون او سمعان القيرواني ابو الكسندروس. أيوة. وروفوس حسب مرقس 15، لربما هذا الشخص هو يعني ابن سمعان القيرواني اللي حمل الصليب عن الرب يسوع فتره صغيره، وهذا لقوه في كهف يعني للدفن في وادي قدرون، ويعني في الاماكن القديمه جدا في القدس، ووجدوا اكبر يعني العلماء الاثار سكانك اللي يعني اللي اكتشف يعني قمران، وثائق قمران نحمان أفيغاد اللي مشهور بأبحاثه وحفرياته في القدس، ولقوا مجموعة، وظهر أنه أبر عائلي. ومثل ما قلت يعني اسكندر ابن سيمون ممكن يكون اسكندر يعني القيرواني، يعني واللي أصلا من القيروان، ولكن كانوا هون وظلوا هون. نعم. واندفنوا. أيوة اوكي. واللي بعديه كمان شيق، اذا ممكن تشرح اكثر. اللي بعده شيق جدا، لانه نقش بيكتب عن قبر الملك عزية اللي بنعرفه من العهد القديم، او عزريا له اسمين يعني في طريقه اللفظ، مكتوب بالحرف العبري اللي كان مستعمل في زمن المسيح، رغم انه الملك عزية في فترته كان يكتب في العبرية القديمة الباليو هيبري، العبري القديم. طيب ليش هيك؟ لأنه إحنا بنعرف إنه عزية كان أبرص، ولما إجوا يدفنوه مع آبائه في حقل المقبرة، قالوا هذا أبرص، على الأغلب إنه دفنوه خارج مدينة أسوار أورشليم في عصر المكابيين، بعد 400-500 سنة من وفاته بديت المدينة تتوسع، ربما في عهد هيرودس كمان. الظاهر أنه لما توسعت كان في حاجة أنه ينقلوا القبور أو النواويس اللي كانت موجودة لأبعد، فعشان يعرفوا مين هذا راحوا كتبوا بالعبري الحديث اللي كان في هذاك الوقت، العبري الكتابي المشنائي اللي كانت في زمن المسيح، هذا اسم مين. ولاحظ انه اللي مكتوب عليه يعني تقرا بشكل واضح في الارامي، وبقول هيك عنه: ها لهون احضرت، الى هنا احضرت عظام عزية ملك يهودا ولا تفتح. ديروا بالكم لا تفتح، يظهر بما انه برضه يعني لا تنجس بميت، وبرضه انه هو اصلا يعني كان مات وهو ابرص. فهي شهاده جميله بتربط العهدين بشكل جميل ومش متصنع، يعني إيش انتقل من محل لمحل، والسبب واضح ومعروف. يعني واضحة حتى في اللغة العبرية ملك يهودا،
لأن عزية كان ملك يهوذا. صح. وطبعا السطر الثالث فيلو صحيح. فيلو يفتح. يفتح. يعني الأرامي قريب للعبري ما تفتحش. أوكي.